رجعنا لكم ومكملين معكم في برنامج الويكاند. وكيف العادة والعويد، شركة لوديت عندها دليل بزيد. جبت لكم اليوم بروتين سدي باش يعطيكم مشعيرات حلوين. اليوم توفر لكم البرودوي بالبروتين، تنجموا تعملوا وحدكم في رمشة عين في الدار. عندها ثلاثة ادبابز، عندكم الشامبوان اللي تغسلوا به شعركم هو الاولاني، الثانية تعمل في شعرك الكل البرودوي هذايا وتمشطوا مليح حتى بالبروس والسيشوار، تخليه 10 دقائق 15 دقيقة ومن بعد تشلوا مليح وتعمل تغسل بالدبوزة الثالثة هذية. شركة لوديت إدليل معاها ما يفيش، جبت لكم تروا باك اليوم سان سولفات، تروا باك كاملين سان سولفات يناسبوا الشعر اللي بالبروتين واللي بالكيراتين. واللي يميز منتجات لوديت هي الكمية الكبيرة، ليترة كاملة تكفي كنتي وتكفي حتى البنوتة الصغيرة والعائلة الكل. منتجات حصرية مستوردة من بلاد الرومان تعطيك الشعر الحلو والقوي والمزيان. في عرض لوديت اليوم نلقاو شامبوان 1 لتر سان سولفات سان بارابين سان سيليكون، ما فيهوش كولوران، وزيد نلقاو معاه ماسك 1 لتر سان سولفات سان بارابين، ونلقاو معاه بيان سور 100 مليلتر سيروم. الباك هذا فيه ثلاثة أنواع وعند لوديت بأحسن الأسوان يتباع. عنا اليوم باك بزيت الأرغان مغذي للشعر الشيح والمترشق، عنا باك بمركب الكيراتين يصلح الشعر الشيح والتالف، وعنا باك بزيت المكاديميا يحمي الشعر المسبوغ. وانت اللي قاعد تتفرج فيا كانك ذكي وتخطف الفرص، اخلط على البروموسيون قبل ما توفى. باك البروتيين ب 89 دينار اكهو في عوض 119 دينار، باك دلل شعرك ب 79 دينار اكهو في عوض 106 دينارات. باش نقعدوا في الشعر، نعرفوا انه مع تبديل الطقس مع تبديل الموسم كلنا نعانيو من تساقط الشعر، هذاك علاش اليوم بحضينا دكتوره مختصه في طب التجميل، هي ساره يدعس. الدكتوره ساره يدعس مرحبا بك. عسلامة عفاف، مرحبا باللي تفرجوا فينا الكل. يعيشك. ظهر لي احنا ديما نقولوا في تونس وفي العالم العربي نصف جمال المرأة هو شعرها، معناها على قد ما نتلهيو بشعوراتنا على قد ما هو شوية. بيان سور، نساو الرجال مش نساو نساو الرجال، صحيت نساو الرجال. دونك دكتورة، تساقط الشعر في هكا في الموسمي كي يتبدل الطقس، الناس كل شعرها يطيح. الناس الكل تو البيريود هذايا قاعده تلاحظ انه شعرها طايح بأون مانيير اكثر من العاده، اكثر من سير العام. دونك هذايا لا شوت الي دو للتبديل الطقس. ماك تعرف عفيف، الشعر عندها ان سيكل دو رينوفيلمون، سيكل نتاع دي جديد اللي هو في الصيف باشعه الشمس الهرمونات اللي البدن اللي سيكريت باش ينميو الشعر. اون جينيرال في الصيف ال سون سيكريتي اكثر من العاده، دونك لو سيكل نتاع الرينوفيلمون نتاع الشعره نتاع التجديد نتاع الشعره يبدا اسرع من العاده. يولي اكثر من العاده، فوالا يولي اكثر من المتوسط العام لي سيزون الاخرين. دونك كي هو يولي اكثر من عاده كي يوفى الصيف ونوصلوا للخريف، وقتها الشعر يتيح، نحسوا يتيح اكثر من العاده. دونك دوكو علاش اللي هي حاجه طبيعيه الى حد ما، حاجه طبيعيه. فوالا نحن في النهار اون جينيرال اون بير في نورمال اون بير 20 à 60 شوفو بار جور، في الخريف عادي ان اون بير اكثر، نجمو نوصلوا حتى ل 150 شعره في النهار. ما لازمش العباد تخاف والا ايل سانكيت. كان لا دوغي نتاع الشوت هذيا فات دو موا ولا فاتت ال 150 شعره، وقتها اون دوا سانكيتي اون دوا كونسلتي شيز ان ميدسان. وقتها تنجم تكون اسباب اخرى، ماهيش المرض ولا حاجه اللي نجم يكون تسبب في تيح نتاع شعر اللي هو ماهوش نورمال. فما عوامل اخرين زاد عفاف، نحن اون جينيرال في الصيف تلقانا مرتاحين متفرهدين اون كونجي، معناتها يا مون دو ستريس، اقل ستريس، اقل ضغط، اقل تعب نفسي وكل. دونك خاطر هو ستريس سي ان فاكتور كي زاد كي سي ان فاكتور فافوريزون نتاع شوت نتاع الشعر. دونك دوكو في الخريف اون جينيرال رونتري ترجع للخدمه يرجع ستريس وكل، دونك تساقط الشعر كيف كيف يزيد ابار لا شوت سيزونيير.
بالنسبه لنا احنا كمستعملين توا يوميين في عاداتنا اليوميه، نتصور هنا وانه من الحاجات اللي يلزم نعتني بها برشا هما شنو ما لي برودوي اللي نستعمل فيهم، شنو الشامبو اللي يلزم نستعمله، شنو التريتمون اللي نستعمله، معناها شنو ما الحاجات اللي اكيد باش يكون ترجع بالنفع على شعري، كسوا باش تحسن له بالكاليتي والا باش تنقص لي مشوت. مهم برشا اليوم نختار، نعرف نختار انا الشامبو الباهي ليا. وي دونك بيان سور il faut utiliser le bon produit. كل عبد عنده ان تيب دو شوفو معناتها بريسي، وكل واحد عنده لو شامبوان اي لي برودوي ادابتي اللي هو لازم معناتها يستعملهم كوتيديانمون باش يغسل شعره باش يتلهي بشعره وكل. دونك نحنا دونك اون فا معناتها اون بو يوتيليزي لازمنا اون يوتيليز دي برودوي سان سولفات سان بارابين. دونك كيما لي برودوي اللي عندنا اليوم احنا لي شامبوان هذوما شامبوان والتريتمون والسيروم هذوما فيتاليت الكلهم هذوما سان سولفات سان بارابين sans silicone, sans colorant, c'est des produits qui sont nocifs le char ou le libdan. Donc les produits ils sont à base d'huile d'argan par exemple, l'huile d'argan qui est une huile riche en vitamine A, E et antioxydants, donc qui va protéger le cheveu, l'hydrater ou tati avec la kif le shampoing à base d'huile de macadamia et les خليني بالله على الارغان راه خاطر انا قاعده نستعمل فيه باش نعطي تيمونياج نتاعي انا البيريود هذه كل قاعده نستعمل في الفيتاليت الغوز هذاك اللي هو بالويل دارغون. فما لاحظت برشا حاجات، اولا نستعمل كونتيتي صغيره يرغي برشا، هذا يخليني نستحفظ الى جانب انه هي الكونتيتي جينيروز على الاخر، معناها عندك ان ليتر نتاع شامبوان اون بلوس ريحته ياسر ياسر بنينه، والريحه تقعد في الشعر حتى بعد ما تشيحوا من بعد، خاطر فما دي شامبوان تغسل بهم وانت تغسل تشم ريحه الشامبوان من بعدك ما يقعد حتى شيء في شعرك، هذا ريحه شعرك تقعد فاوحه. وبيان سور لو ماسك والا فما زيد ابار لو ماسك فما الكونديسيونير هذيك كيف كيف هي الشعر وانت تستعمل فيه تحس برطوبيه، تحطه على شعرك تحس شعرك ارتب دو سويت واللمعه. دونك هذه بالنسبه على خاطر فيه الويل دارغون. فوالا فما الويل دو ماكاداميا زيدا اللي تري بيان بور لي شوفو، سي اون ويل كي ريش ان اسيد غرا اي ان بروتيين باش تحمي شعره من الاشعه نتاع الشمس وتغذيها، دونك تغذيها من داخل تغذيها بالكدا وتخليها بروتيجي contre les agressions, quelle que soit la pollution, les rayons du soleil, ou les brushing, ou les colorations, donc c'est important d'utiliser des shampoings riches en huile de ou femme zeda le produit à base de kératine les hia qui m'attarf c'est un constituant naturel du cheveu ou les hawa bel les agressions bel qui m'a قلت لك معناتها les brushing ديما les colorations et wali char le kératine هذيك تولي on en produit aqal donc on doit de l'apporter معناتها de l'extérieur. Donc en utilisant les shampoings adaptés à base de kératine, bi chi'amel un film les fibres capillaires wi khaliha معناتها vraiment protégée contre les agressions اللي حكينا عليها. حاب نذكر انا بهذوما بالهذيا اللي نجمو نعملوها وحدنا في الدار لي 3 برودوي هذوما هايلين برشا. معناها اليوم انت نجم تعمل كيراتينك في الدار، تستعمل لي برودوي هذوم بطريقه سهله برشا. عندنا الشامبوان هذا نغسلو به من الاول، دونك نغسل به الشامبوان هذايا ونشلل، ومن بعد جابليك لو برودوي هذايا اللي هو 7 دي، دونك هذايا جو لابليك ونقعد نخدم فيه وحدي في الدار بالبروس والا بالسيشوار، نخلي طونت بوز 10 15 دقيقه ماكسيموم. بعد نعمل تشليله خفيفه نخلي شويه برودوي كمان في شعري، ومن بعدك نكمل بالبرودوي الثالث هذايا نغسل به ونشلل. استعملوهم وتفكروني، ما نقولكم حتى حاجه اخرى. دونك اذا كان تحبوا تدخلوا تو سويت على الباج فيسبوك لوديت تلقاو لي ديتاي الكل نتاع لي برودوي هذوما. دكتوره شنو نجمو نزيدو نعرفوا اخر؟ زيد فما نصائح اخرين نجمو نعطيوهم للي يتفرجوا فينا الكل. ماذا بينا نمشطوا شعرنا كل نهار
بون نمشوه دوسمون معناتها ما ندخلوش عليه بالبروس بالقوي وكل شيء نجمو نعملوا حتى لو احنا مثلا لي بارون معناها تشد بنتها ولا ولدها تبدا بالبروس بموليك تخلي فيه حتى شيء لازم بسيس بسيس فوالا شدات الشعر اللي ديما التالي مكبوسين والا كل هذوكم ايفيتي خاطر الشعر ينجم يوخر سورتو للصغار دونك اون بو فير دي مساج لفروه الشعر حتى من غير حتى شيء كل نهار بوندون 2 مينوت سا فا ستيمولي لا سيركولاسيون سانغين اللي دونك اللي باش توصل للبصيله نتاع الشعر اللي باش تولي تغذيها اكثر يفو با سلافي لو شوفو تو لي جور 2 à 3 فوا باغ سيمين مرتين ثلاثه في الجمعه في الجمعه ايديالمون فوالا خاطر يعني حتى كي ندوشوا كل يوم مش لازم نغسلوا شعرنا كله شعرنا نجموا نغسلوا جوست بدنا على خاطر الماء نتاعنا اللي تري اغريسيف للشعر وزاد لازم نخليو الشعر يرتاح شويه وماذا بينا زاد نبعتو على توت سورس دو ستريس نعملو سبور نعملو الهوايات نتاعنا شويه ميديتاسيون فوالا باش نقصوا من تساقط الشعر ويبدا عندنا شعر مزيان وغزير يعطيك الصحه شكرا لك دكتوره ساره يدعس مختصه في طب التجميل دونك ندعوكم مره اخرى باش تدخلوا على الباج فيسبوك لو ديت بور بروفيتي من لي برومو سبيسيال اللي موجودين الكل باش تزيدوا تتعرفوا اكثر على لي برودوي نتاعنا اليوم ماكمش باش تندموا خاصة وأنه يقرا حساب توت لا فامي على خاطر لي كونتيتي سون جينيروز اقعدوا معنا في المشاهدة كيما تستحفظوا على شعوراتكم زادة كيف كيف يلزمكم تصفيوا بدنكم مع مي ديليس حبيتونا في الياغورت حبيتونا في الحليب حبيتونا في الجو حبيتونا في الجبونات وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم بمانة أوديليس المال جديد متاع ديليس يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة خالي من النترات ما ديليس صفي بدنك مكملين معكم في برنامج الويكاند أو باش نحكيو في موضوع مهم برشا ما يهمش فقط المرأة ولكن يهم كل العائلة ويهم المجتمع التونسي باش نحكيو على العنف المسلط ضد المرأة فرحانة وأنه بحضنا رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مدام راضية جريبي أهلا وسهلا بك وبيك وكل متفرجي قناة التاسعة يعيشك مرحبا باش ندعوك تفرج معنا في الفيتير هذية اللي أعدته زميلتي مني المجري وبعد نبدأ في الحديث أيام قليلة وتحتفي جميع الدول باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ل 25 نوفمبر من كل سنة ورغم أن تونس تعد من بين الدول اللي تشريعاتها تدعم حقوق ومكتسبات المرأة سواء من خلال مقتضيات دستور 2014 أو من خلال القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة فإن الأرقام تقول أن الظاهرة ما زالت متواصلة وبين سقط تصاعدي خاصة في الفترة الأخيرة اللي عاشت فيها تونس الحجر الصحي العام وين الضعف منسوب العنف المسلط عليها بخمس مرات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المرأة تقول أن النيابة العمومية حقت في 4263 قضية وسجلت 5111 متهم في قضايا ذات الصلة العنف ضد المرأة بمختلف تفرعاته أصبح اليوم يمارس بشكل شبه يومي في الفضاءات العامة في شاشات التلفزيون والمواقع الاجتماعية وحتى تحت قبة البرلمان وين شفنا مشاهد عنف لفظي مورسة على نواب من النساء حادثة أخرى تمثلت في بقعة تحرش في وسيلة نقل عمومية ارتكبوها 5 أفراد وما زالت محل تحقيق من النيابة العمومية نوع آخر من أنواع العنف المسلط على النساء هو العنف الرقمي أي العنف عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وحسب مركز البحوث والدراسات والتوثيق الكريديف فإن الفيسبوك أصبح فضاء لترويج خطاب مهين ضد النساء على عدة مستويات من خلال العلاقة بالأحكام الأخلاقية المهينة لهم ومن أكثر العبارات استعمال عبارة عاهرة بنسبة 52% وعبارة تشبيه المرأة بالحيوان بنسبة 78% يكفي أنك تتصفح أخبار تكون فيها الفعل الرئيسية امرأة حتى نرى عنف لفظي كبير ومجاني فيه ثلب وسب في المقابل وحسب نفس الأحصائية فإنه 95% فقط من النساء اللي تعرضوا للعنف الرقمي ما يتقدموش بشكية اليوم تونس رائدة في مجال التشريعات على مستوى العالم لكن التطبيق على الأرض ما زال يعرف هينات والضحية ما زالت تخاف إنها تشكي ويبقى الجانب التوعوي والتثقيفي لمحاربة هذه الظاهرة
هو الجانب الأهم حتى لا تتحول الظاهرة إلى ثقافة مجتمع. دونك العنف ضد المرأة مدام راضية، رغم اللي احنا متقدمين على المستوى التشريعي على مستوى القوانين، ولكن على أرض الواقع ماشي ويزيد. شو السبب؟ والأسباب كثيرة، ربما اللي طرق له الفيتير جزء صغير من العنف، لأنه تقريبا انحصر على العنف المادي أو المعنوي والجسدي، ما العنف الاقتصادي والعنف السياسي ما طرقتلوش زميلتك، وهذا زاد أرقام مذهلة. أيضا فيما يتعلق بفترة الكوفيد، الضعف العنف الضعف 7 مرات حسب وزارة المرأة، وربما أكثر أيضا في فترات مرتبطة بفترة الكوفيد، يعني في بعد شوية. بالتالي شنو سبب أهم سبب؟ هي ولا قريب ولي ثقافة، وبالتالي ثقافة ذكورية عقلية ذكورية سيدة ما نجمناش نتخلصوا منها لأنه ما اشتغلناش عليه. عندنا زادة تشريعات تتعملت بعد الدستور التونسي، ونحكي على القانون الأساسي لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، القانون 58 لسنة 2017 اللي هو عرف العنف تعريف واسع، واللي هو المفروض دخل حيز التنفيذ، قاعد يتطبق توا، ولكن الآليات اللي يلزمها تتحط لمواكبة تفعيل هالقانون هذا هي اللي ناقصة. تغيير العقليات اللي نص عليها القانون هذية، معناها تدخلوا على مستوى تغيير مناهج التعليم ومناهج الثقافة والخطاب الديني، وكل الفاعلين اللي يدخلوا باش يغيروا ويحدوا من العقلية اللي تبسط مسألة العنف. فما خدمة أكور وفما خدمة ألون تيرم. ألون تيرم هي تغيير العقليات، مش بالحملات، هي بالثقافة. بالثقافة وبالدراسة، يعني هوني حتى في المنهج المدرسي. في المناهج، هذاك اللي ما حطيناهوش احنا طويكة حيز التنفيذ. إلى جانب المرافقة نتاع نساء ضحايا العنف، وأيضا حتى الرجال باش ما يعاودوش العود، مسألة العود يعاودوا العنف، وحتى نقيوا الأسرة كيف ما قلت أنت في مقدمتك، نقيوا الأسرة من تبعات العنف هذا اللي تسلط على الأم ولا على الأبناء. ما برشا عنف، والتحرش أهم حاجة أعتقد تطرقتولها، وتخليني نحكي على كفاءات تونسية كبيرة في إدارات عامة ومؤسسات عمومية، ومعناها خطط، عندهم خطط وظيفية راقية جدا، يتعرضوا لبرشا هرسلة وبرشا تحرش داخل معناها المهنة متاعهم، وغير قادرات على أنهم يظلموا، لأنه بعد تولي عندها تبعات ضدها على مستوى المهني والحقيقة القانون مستوى المهني، وحتى نظرة المجتمع، لأنه احنا سوفان خلطوا ما بين الضحية وما بين الجين، ونحملوا المسؤوليه احيانا للضحيه. احنا مادام الوضع قاعد يكرس في العقليه الذكوريه، معناها ما تنجمش تجي تلقى من بعد المجتمع يتفاعل معاك على اساس مع الضحيه، معناها باش ينظر لها ديما هي سبب، ويبدا يفركس، لازم انت لابسه قصير، لازم شعرك عريان، لازم عامله، لازم وجهك مزين شويه، لازم انت قلت حاجه، اش مخرجك في الليل. الحادثه زاد اللي هزت تونس الكل، اللي في المترو هكا تعديو فيها، معناها مش بشرط هي البنيه ذيك راهي كانت مزيانه ولا لاهي بروحها، قدام العباد في وسط حافله، في وسط مترو، في وسط فاغون، معناها ضيقه، اي بورتون تتعرض للعنف. احنا في تونس للاسف من تهزوا، كان كي تبدا حاجه شنيعه ادات القتل، الاغتصاب شنيع، اما طونك واحد يجي يقول لك راهو تعداو عليا، تعداو لي على حقي، سبوني وكل، لازم وقتها نبداو نفركسوا في الاعذار للجاني، اما ما نقفوش مع الضحيه. للاسف العقليه الذكوريه السيده والعقليه هذه ما نجمش يعالجها القانون، ما نجموش نعالجوها كان بالحلول الردعيه ولا بالقضاء ولا بالمحاكم، يلزم تغيير العقليات، عقلياتنا احنا زاد نساء اللي احنا نولدوا في صغار ونربيوا فيهم. مسؤوليتنا ما نجمش نواصلوا انه نميزوا او نقلوا من شان بعضنا البعض، لانه فقط بناء على الجنس والجندره. دونك فما زاد مسؤوليه نتاع الدوله، لانه
وقت انخرطت في مجهود أممي. شنو تنجم تعمل الدولة اليوم؟ اليوم أبار التشريع وين تنجم تتدخل؟ شنو مسؤولية نمر واحد، مسؤولية محمولة على الدولة، الدولة ولن محمولة عليها أن تحمي المواطنين متاحة، أن تحفظ لهم كرامتهم، أنه تكرس المساواة ما بيناتهم، أنهم تحمي تحفظ لهم معناها العيش، تأمن لهم العيش الكريم، معناها كلها محمولة، كلها مسؤوليات محمولة على الدولة، ومسؤولية وحقوق دستورية للمواطن التونسي بدون تمييز بين امرأة ولا راجل ولا شاب ولا شابة. دونك الدولة محمولة عليها وقت اللي يبدأ فما سلطة تشريعية صدرت قانون أو شرع الدستور في جملة من البنود ومن الديسبوزيسيون اللي يحميهم، نتفعلهم مش حتى الحسن، لازم تفعلهم وبعد تشوف الأسباب اللي ما خلتهمش يعطيوا النتائج المرجوة من النص التشريعي، وشنو يلزمها تعمل باش تصلح اللي نفس تكملوا. اي فوالا، اما مش الدولة تعمل نص قانوني يتصادق عليه السلطة التنفيذية ويخرج يمضى ويخرج في الرايد الرسمي فيما بعد ما نطبقوهوش. دونك سي سا لو بلوز امبورتون، اليوم محمول على جملة من الوزارات انها تكرس وتنفذ قانون 58 حتى نحدوا فعلا ونبينوا كون سياسة الدولة هي مبنية على المساواة، مبنية على الديمقراطية اللي ما تجيش بلاش مساواة بين مختلف المواطنين، واللي هي مبنية أيضا على احترام النساء، وأن سياستها ما تميزش ما بين المرأة والرجل، بين الرجل والمرأة. راضية الجريبي رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، نحب نختم معك فقط نذكروا النساء اللي قاعدين يتفرجوا فينا توا، اليوم المرأة المعنفة في خدمتها، في محيطها، في دارها، وسائل التبليغ وين ينجموا يمشيوا؟ راضية الجربي دابور، راضية الجربي تقولها مرحبا بكم. الاتحاد الوطني هو احنا عملنا برشا حملات، من ذكر حمله من الحملات سميناها نحن معناها صوت من لو صوت له. دونك مرحبا بهم، مقراتنا الكل فيها دي سيلول ديكوت، خلايا اصغاء، خلايا توجيه، عندنا مقر ايضا للايواء في القيروان ومقر مفتوح لايواء النساء المعنفات في تونس العاصمه، وايضا عندنا دي بسيكولوج دي سوسيولوج وعندنا دي اسيستونت سوسيال اللي يقفوا معاهم ويقوموا بكل الاجراءات اللي تتصوروها في بالكم تتطلب معناها تدخل منظمه كما منظمتنا. انا متابعه راني الانشطه نتاع الاتحاد حتى في فتره الحجر الصحي، خدمه كبيره خدموها، كانوا اليكوت، كانوا جنب الى جنب مع برشا مآسي صارت للمراه في الفتره هذيك، و تجندتوا الحقيقه، كنتوا اذان صاغيه واجبي كنتوا ديما اذان صاغيه للمراه. دونك نيزيتي با، لازم تلقاو في تونس الكل موجودين مكاتب الاتحاد الوطني للمراه التونسيه، اي حاجه تتصلوا بهم هما يوجهوكم، هما ينجموا يقفوا معاكم ويمدوكم بالمعلومات اللازمه ويعاونوكم انكم تاخذوا حقكم، لانه المراه اليوم ما عادش لازمها تسكت. شكرا لك، ميرسي بوكو مدام راضيه الجربي. يقعدوا معنا في المشاهده، فاصل قصير وراجعين. التحقوا بيا الاخصائيه النفسيه ريم عبد الناظر. مرحبا ريم. مرحبا، عافيه الناس اللي تشوف فينا اليوم الكل. يعيشك. والدكتوره مختصه في طب التجميل ملك بوزويته، اهلا وسهلا بك دكتوره. مرحبا عفوف، مرحبا بكم. مرحبا. دونك انت على شو باش تحكي لنا دكتوره؟ تحكي لكم عن الميكرو نيدلينغ. فوالا، خليكم معنا تم بعد تعرفوا التفاصيل مع الدكتوره ملك بوزويته. ما خليني نبدا مع ريم عبد الناظر. ريم، باش نحكيوا على الطفوله؟ وي، باش نحكيوا على اليوم العالمي للطفل اللي هو جمعه جايه، نهار الجمعه لو 20 نوفمبر. معناتها الطفل عنده حقوق كما نعرفوا، وحق من حقوقه انه يعيش في اسره ما غير عنف، انه يكون عنده الاحساس بالامان، انه يكون عنده الحق في التعليم. الحمد لله في تونس عندنا قوانين باهيه معناتها بالنسبه اللي تحمي للتعليم والكل، ولكن بالنسبه للعنف قاعدين نشوفه في بصفه غريبه وكبيره، العنف المسلط على صغيراتنا. ما نحبوش نقولوا على خاطر فما الكوفغف ولا على خاطر فما الحج من قبل الحقيقة، هو معناه يمكن زاد ظهر ولا كثر شوية في مع الكونفينمون ومع الحجر ومع حظر التجويل، ولكن
هو في تزايد. صحيح، على خاطر قبل كانوا الاهل يتنفسوا بعد الخدمه، معناتها يخرجوا يكونوا في انكار تام للمشاكل اللي موجوده. دونك سي اون بروجيكسيون انا نشوفها من مشاكل الكوبل، المشاكل الزوجيه، وقاعدين للاسف نحطوها في الصغيرات اللي ما عندهم حتى ذنب. دونك الناس اللي تسمع فينا، الصغيرات زاد اللي يسمعوا فينا، ينجموا يتصلوا حتى هما بال 1809 الخط المجاني. موضوع على ذمتهم خط 1809 بالنسبة لكل الأطفال ينجموا يتصلوا به، هو مجاني. وأيضا تنجم واحد من اللي بارون ينجم، مثلا أكيد. الأب هو اللي عنف في أبنائه، ولا الأم ينجم واحد من اللي بارون، ولا حد لاحظ في الجوار نتاعو في المحيط نتاعو. يلزم الثقافه هذه تدخل لنا، ما عادش نغمضوا عينينا، ما عادش نسكتوا، ما عادش حاجه حتى لو كان ما تعنينيش انا شخصيا نغمض عيناي عليها. والله عفيف، تصديقا لكلامك، قدام المره يكلمونا جيران وهما اللي يكلموا الخط 1809 ويحكيوا لنا على الصياح اللي يسمعوا فيه في دار الجار او شخص يعني يعرفوه. دونك هنا الاحاطه النفسيه مهمه، ويلزمنا يعني نوفروا لهم اقل ما يمكن فهي من الحب للصغيرات هذوما. راهو لو كوبل يعني لو شوا نتاع البارتنير مهم في حياتنا، اذا ان شاء الله نحكيوا عليه في حلقه اخرى، ولكن الصغيرات هما مسؤولين في كل الاحوال. الاطفال ما عندهم حتى ذنب، اكيد يعني احنا مسؤولين عليهم، ومسؤوليتنا انه نحيطوهم بالحب وبالرعايه، وسورتو الصغيرات اللي من كل يعني الشرائح الاجتماعيه العمريه. ما فماش عمر نقولوا ليه كبر ما عادش يستحق الحنان، بالعكس كنت انفستي في الصغيرات في تربيتهم اول 3 سنين، راهو تظهر النتائج الباهيه في المراهقه. تبدا المراهقه تتعدى افيك اقل الاضرار، اي اخف الاضرار، وبرشا عباد الحمد لله يعطيوا ليكزومبل بتربيه صغارهم ويخليهم عندهم ثقه في نفسهم، ما يقعدوش يقارنوا فيهم بالناس الاخرين. كل صغير عنده لوغيتم نتاعو، كل صغير عنده حاجات تميزه، عنده حاجات يخدم عليها. اكيد معاليم باش نرجعوا في كل مره نخصوا موضوع خاص بالاطفال وبتربيه الاطفال، ولكن نحبك تختم فيما يخص، عندك ما تقول فيما يخص اس او اس جامارت. وانا بدوري نحب نحيي الصغيرات اللي موجودين في اس او اس جامارت كلهم، وكانت لي زياره قبل ليهم ونحبهم برشا، ونحيي كل العائله خاطر هما عائلات، العائله التربويه اللي قائمه عليهم الكل، نحييهم لانهم يقوموا بمهنه ممتازه وعظيمه برشا. دون سو سونس صارت بوليميك كبيره ماهيش حلوه بالكل الجمعه هذيا، ووجعتنا الناس كل، معناها ساعات واحد راي الملافظ الصاعد، المصري يقول الملافظ الصاعد، نعرفوا نختاروا كلماتنا كي نجيو باش نتكلموا، خاصه كي نكونوا اسم معروف وكي نكونوا اسم مؤثر وعندنا برشا متابعين، راو ترد بالك شنو تقول. صحيح، وهذاك علاش الصغيراتنا اللي في لي فيلاج سويس الكل، جامارت ومحرس واكودا، نسيت قريه يظهر لي ولا سيليانا زاد سيليانا، بالنسبه لي راهم كلهم صغيراتنا، وراهو كل واحد وقصته، كل واحد وظرفه، ما نجموش نحكموا عليهم ولا نعاقبوهم ولا نقولوا نرميوه في اس او اس. راهو اس او اس يعني عائلات ساهره على مؤسسه راحت كامله، معناها مؤسسه من افضل المؤسسات نعتز بها احنا. صحيح، وما شاء الله على صغيراتنا، معناتها نجحوا ناجحين وقاعدين يقراوا، يمارسوا في العديد من الفنون، يمارسوا في الرياضه، يعملوا الكيف، معناها عايشين في بيئه ممتازه. والله معناتها مجهودات كبيره من الامات اللي هما في العائلات ولجان الدعم وكل الناس اللي ساهرين على راحه الصغيرات هذوما، حقهم في التمتع بالرفاهه وبالحياه كما الصغيرات الكل. وهذاك علاش راهو كما قلت عفيف، كي نختاروا الفاظنا، كي نكونوا فما احترام وحب للاخر، ما نكونوش بكلمات نجرحوا الاخر. يمكن هو مش مقصود، ولكن ما فما حتى يعني اتفاقيه صارت مع اس او اس للحمله اللي اطلقتها الشخصيه عائشه. خلينا نقولوها مع اللي عملتها عائشه عطيه، ما فما حتى اتفاق بينها وبين الاس او اس.
قرى الاس او اس. وحاجه اخرى، احنا نحترم الناس الكل، نحترم الاراء الكل، هي مسؤوله على روحها وكلامها، ولكن كيف تمست قريه اس او اس، انا بالنسبه لي يعني هذوكم صغيراتنا نوجه لهم كل الحب وكل الدعم. والفنانه زغرونا بوشناق اللي هي كانت في برنامج ذا فويس واللي نورتنا محلاها، كلهم كل واحد عنده محلاهم، كان تشوفهم في كل المجالات راهم ما شاء الله عليهم. دونك نقولوا لهم نحبكم برشا، وان شاء الله نكونوا بحذاهم مرة نبرمجوا زيارة لهم. دكتورة ملك بوزويت، حبيت اليوم نحكي عن ميكرو نيدلينك. كنت نسمع فيكم عن سوجي اللي تحكيوا فيه، سما انورميمون توشي. وي بون، كيما قال كيما قلت عفيفي، فو سافوار سكو معناتها شنو نقولوا، فو شوازيغ سي مو، معناها فما دي سوجي شنو معناها تقول نرميه في اس او اس، شنو نرميه معناتها فما حملات راهو لازمها شويه تأطير زاده، معناها ما لازمهم دي اختصاصيين في الكوم، عباد تختار الكلمات اللي باش تتقار، مش حك راسك اعمل حمله، معناها فما شويه نظام، خاطر صغيرات هذوما سون تري سوسيبتيبل، والعباد اللي تخدم غادي زاد مضحيين لي مامون نتاع اس او اس قمرت سون تري سوسيبتيبل. وي دونك حبيت اليوم نحكيكم على الميكرو نيدليك، خاطر لاحظت عفاف اللي العباد ماهيش فهمته في تونس. حطينا والله بالحق لو ميكرو نيدليك في تونس هو العلاج السحري لكل مشاكل البشره. تجيك الباسيون تحب تعمل ميكرو نيدلينك خاطر عندها بقعه كحله، تحب تعمل ميكرو نيدلينك باش نحي لي غيد، شنو الحقيقه وشنو ليكزاجيراسيون في هذا الكل؟ خلينا نفهموا. الميكرو نيدلينك ساعه اخترع عام 1980، شيرورجيان كندي جراح كندي قرر باش يجرب يخدم ماكينه التاتواج على سيكاتريس. هكا معناتها انسان انفنتيف، اي دونك ولاحظ لي سيكاتريس هذيا وقت اللي خدم بالبيري نتاع التاتواج نقصت. عام 1999 فما ان سيانتيفيك المان اللي اخترع الديرمابين. الديرمابين اللي توا تشوفوا فيه، اللي هي الاله اللي موجودين فيها ابيري صغار، ودايوغ فما نوع اوزاج منزلي. ولا كنت باش نقول لك انا يعرضوني انا خاطر اون فونت ليبر، معناها ولاو موجودين حتى على الانترنت الديرمابين. انا بور موا سيت ان ديسبوزيتيف ميديكال دو بريفيرونس ناخذوه من بارافارماسي، ولا حتى لي فارماسي جو بونس يبيعوا فيه. والاستعمال مسهل معناها في فما كبر البرا، كبر البرا. والمعلومه هذه نلقاوها على لو باكي اللي فيه لو ديرمارولور هذايا، دو بريفيرونس المراه اللي تستعمله في البيت ما يفوتش 0.25 مليمتر. خاطر او دولا دو سا انا بور موا سي ميديكال. اي تولي تخوف باش تصير على واحد. تنجم تجرح وجهها ما تعرفش تتصرف من بعد الى اخره. دونك عام 1990 طلع الديرمابين، عام 2006 عملوا اون بروميير ايتود في المانيا اللي ورات شنو يعطي بالحق لو ميكرو نيدلينك وقتاش نستعملوه بالحق. المبدا نتاع الميكرو نيدلينك ساهل ياسر، هي اله فيها برشا ابيري صغار، الابيري هذوما عندهم خاصيه اللي هما ما يجرحوش الجلده. سون اتروماتيك. شنو يعملوا الابيري هذوما؟ يصنعوا دي تونيل صغار. ممرات صغيرة في الجلدة اللي على طريقهم هما ينجم الطبيب يدخل مثلا يوصل نوعية معينة من العلاجات كما الفيتامين سي، كما حاجات أخرين في البارتي العميقة من الجلدة. يحل الثنية معناها. اكزاكتومون. وحتى كي تستعملوا من غير لي برودوي هذوما يعطي ان تري بون ريزولتا في الاكتيفاسيون دو كولاجين. تري بيان. دونك لو ميكرو نيدلينك من هذا الكل نفهموا فاش نجموا نستعملوه. لو ميكرو نيدلينك باهي في الغلاشمون، لكن في الغلاشمون من الاول. معناها ما تبداش انت تو تري غلاشي وتحسب الميكرو نيدلينك باش يفضلك مشكلتك. لا، نجمو زادا نستعملوه في لعلاج مظهر البشره، نسكروا به المسام، نقصوا بقعه صغيره. وحتى البقعه هوني تستشير طبيبك، خاطر فما انواع نتاع بقع غامقه اللي ما تحبش الميكرو نيدلينك. نجمو مثلا نستعملوه بوغ افخيشيغ لابو هكا باش ترجع لها نظارتها، نجمو زادا نستعملوه باش نخبيو التجاعيد الصغيره. دونك الميكرو نيدلينك عنده استعمالات معينه، فيه برشا انواع، وطبيبك ينجم ينصحك وينجم يقول لك اسكو انت تستحقه ولا ما تستحقوش. داكوغ. جيت حبيت نوريكم. دكتوره باش نسالك، كان الاطباء يعملوه ولا تنجم اخصائيه التجميل تعمله؟ كما قلت لك، هو الحقيقه انا نعرف في فرنسا، راهو القانون التونسي ما عنديش فكره. هو في فرنسا يستعملوه راهو اخصائيات التجميل، لكنهم يستعملوا نوع معين من الاباد ما يفوتوهوش. الفرق في الاباد. فوالا، على خاطر معناتها سي سوفت، معناها الابره تبدا صغيره وسوفت وما تضرش المراه. ميكرو نيدلينك دونك هذايا حبيت نوريكم ليفولوسيون نتاعو كيفاش يتطور. في 7 ايام. النهار الاول باش تخرج بوجهك ياسر احمر. دونك هوني انا مثلا ما ننصحش تعمله في الصيف. ما ننصحش تخرج به في تمبيراتور عاليه، سورتو كان كنت ديجا عندك البقايع في وجهك. ابليكي اون كريم ابيزونت. دونك هذايا النهار الاول. النهار الثاني يبدا الحموريه هذه تخف، اللي حموريه عاديه، يفو با سالارمي، يفو با سانكيتي. النهار الثالث كيف كيف يبدا الوجه بيدي ويتحسن. النهار السابع تحس اللي الاثار يكون كلهم اختفوا، وانت لاقل من شهر تحس لي زيفي نتاع الميكرو نيدلينك على وجهك.
دونك لو ميكرو نيدلينغ يتعمل سو فورم دو كور ثلاث مرات دونك كل 15 يوم. وانا الحقيقه ننصح العبيد سورتو احنا قشرتنا معناتها مايله للسموريه وبلادنا ياسر سخونه ما ننصحش به في الصيف، ما ننصحش به وقت اللي تبدا الدنيا ياسر سخونه برشا شمس فوالا. والمراه اللي تعمل ميكرو نيدلينغ يل فو سو بروتيجي كونتر لو سولي اي ابليكي اون كريم ابيزانت سيكاتريزانت لو سوار. يعطيك الصحة، شكرا لك دكتورة مالك بوزويتا. ميرسي ريم. ريم عبد الناظر عندك ريميرسيمون في صح. حبيت نقول ميرسي لإيمان بيوتي لاونج، نوجه لها تحية. وزادة نحب نشكر أشرف بالغيث لو جون اللي ضحكنا في بيريود الحجر الصحي ومازال سلموا عليه برشا يخدم في خدمة مزيانة أشرف بالغيث بالفيديوهات. بوغ اون فوا عندي ريميرسيمون. فازي نحب نعمل أن تري كرون ريميرسيمون لبيغمون أونيفير الحقيقه اللي عملوا لي برشا حاجات وفرحوا بها برشا. صح عزيزتي. ميرسي لكم الزوز. احنا باش نخرجوا تود سويت مع اميمه الوسليتي وفقره سوتي فاب موبل، ومن بعد نرجعوا لكم مع رستم ومع كوجينتنا. السلام، مرحبا بكم اليوم في شوروم سوتي فاب موبل جاردان المنزه. تلقاونا في كومبلكس ميركور بريمير ايتاج. شوروم جاردان المنزه شوروم اسباسيوس، تلقاو فيها بليزيوغ ارتيكل لي شومبر اكوشي ادولت انفون جونيور لي ليفينغ لي موبل دونتري لي تابل لي شيز كويزين لي موبل بيروتيك اسكولير. اليوم اخترنا تابل تيفولي نوفيل كوليكسيون 2020. تابل تيفولي ديمونسيون تاعها 120 على 75، بلاتو توب كومباكت افيك بيتمون ميتاليك سكانديناف فينسيون ايبوكسي، معاها لي شيز اميرال روتان افيك كوسان. تلقاوها زادة تابل تيفولي موجودة في بليزيوغ كولور، وكان تحبوا تزيدوا تشوفوها وتشوفوا لي زارتيكل الاخرين بتاعنا مرحبا بكم في الشوروم جاردات المنزه، والا تنجموا تكلمونا على 25 25 83 83. Depuis 1987. وردة سرها المحبة. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في الجو، حبيتونا في الجبونات، وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم بمانة. أوديليس المال جديد متاع ديليس، يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة خالي من النترات.
ماديليس صفي بدنك.